اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. المفاجاه اللي هقولها لحضراتكم بقالي 4 5 ايام كده، لو تاخدوا بالكم دايما بقول لكم ان انا عندي مفاجاه. المفاجاه هتبدا من النهارده، هقول لحضراتكم ايه اللي هيحصل وايه هي المفاجاه. كلنا عارفين طبعا ان النادي الاهلي هو اكبر الانديه الافريقيه مشاركه في كاس العالم للانديه، والنادي الثاني عالميا من حيث عدد المشاركات، ومرتين حصلنا على الميدالية البرونزية من خلال المشاركة في البطولة. حاجة من أهم الحاجات الأساسية الحقيقة اللي بتخلي النادي الأهلي يحقق كل هذه الإنجازات سواء محليا أو دوليا هي دعم جماهير النادي الأهلي العظيمة الحقيقة في الحلوة والمرة دايما معاه. عشان كده احنا قررنا من خلال برنامجكم البيت الكبير أننا نعلن عن انطلاق مسابقة من خلالها هيتم الإعلان، زي ما حضراتكم شايفين الأهلي في المونديال وده اسم هذه المسابقة. هيتم الإعلان عن فائز أسبوعيا ولمدة شهر هيسافر مع الفريق ويحضر المباراة الأولى للأهلي في مونديال الأندية المقام في أبو ظبي. السفر طبعا هيكون شامل تذاكر السفر والإقامة الفندقية وتذكرة حضور المباراة وكل حاجة، كل حاجة. يعني انت حضرتك هتجي لنا كده بهدومك وتيجي معانا تريننج النادي الاهلي وتطلع معانا نسافر ان شاء الله ونتفرج على المباراة الاولى ونرجع بألف سلامة. تقدر تتصل وتبعت رسالة من موبايلك تتضمن رقم الاجابة الصحيحة اللي هنشوفه، هنقول لحضراتكم السؤال بعد شوية، على الرقم 1795 او من اي خط ارضي على رقم 0909500. ودايما تبقى تعمل حسابك ان انت لازم تسجل اجابتك. خليني ابدا مع حضراتكم بالسؤال الاول اللي جايزته زي ما قلت هي السفر والاقامه وحضور المباراه الاولى للنادي الاهلي مع مونتيري المكسيكي في مونديال الانديه. عدد المشاركات او ما هو عدد المشاركات السابقه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ الاجابه رقم 1 12، الإجابة رقم 2 6 مشاركات، الإجابة رقم 3 4 مشاركات. مرة تانية، ما هو عدد المشاركات السابقة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟ الإجابة الأولى أو الإجابة رقم 1 12 مشاركة، الإجابة رقم 2 6 مشاركات، الإجابة رقم 3 4 مشاركات فقط. حضرتك كل اللي هتعمله هتختار الرقم اللي انت شايفه 12 6 4، الإجابة الأولى، الإجابة الثانية، الإجابة الثالثة، وتبعت بيها، تكلم في التليفون أو تبعتها على رسالة. في حاجة مهمة جدا، بس لأن أنا جت في دماغي فكرة كده عايز أقولها، عايز أقول لحضراتكم ما هي الشروط والأحكام الخاصة بهذه المسابقة وهي أمام حضرتك على الشاشة. السن لا يقل عن 18 سنة، أن يكون الموقف من التجنيد معفي أو تم انقضاؤه، أن يكون الخط الذي تتصل منه ملكك، أن تكون حامل لجواز سفر، أن تكون حاصل على اللقاح. في حالة اختيارك وتم الاتصال بك مرتين ولم يكن هناك إجابة تفقد فرصتك في المشاركة. يمكنك التنازل عن الجائزة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى لمن تنطبق عليه الشروط كاملة. مرة تانية، السن لا يقل عن 18 سنة، وبقية الشروط والأحكام اللي كانت أمام حضراتكم. بصوا أنا جت في دماغي كده فكرة مجنونة يعني شوية وأنا مع حضراتكم على الهوا، تعالوا نجرب، تعالوا نجرب نشوف مش يمكن أكسب وأسافر. بجرب ونشوف الخط هيودينا فين. أول رقم اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة هو رقم 1795، 17 أهو 95 كده اهو، ونفتح السبيكر ونشوف ايه اللي هيحصل. اهلا بكم على خط مسابقه الاهلي في المونديال. خط مسابقه الاهلي في المونديال على قناه الاهلي، المذاعه على قناه الاهلي. سعر الدقيقه جنيه، هنقول على اسعار الدقائق وكل حاجه هتبقى موجوده امام حضرتك. مسابقه اسبوعيه لفائز كل اسبوع بتذكره طيران من القاهره الى ابو ظبي ذهاب وعوده لحضور مباراه الاهلي الاولى في المونديال، شامل الإقامة ليلتين بالفطار. كل اللي عليك إنك تجاوب على السؤال. أنا بعمل يعني تجربة عملية على اللي عايز يتصل برقم
17.95. هتكمل بقى لغايه لما يجي لك السؤال وتجاوب عليه. انا بوري لحضراتكم على الهواء مباشره ان الرقم شغال اهو من دلوقتي، اللي عايز بقى من هنا. طب امتى هنعمل السحب؟ يوم الاربع القادم اللي زي النهارده قدام حضرتك، خميس او بدايه من دلوقتي بقى، خميس جمعه سبت حد اثنين ثلاث الاربع لغايه ميعاد الاعلان عن من سيكون الفائز الاول في رحله على حساب قناة النادي الأهلي، هيسافر من خلالها إلى يتفرج على مباراة النادي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي، أولى مباريات كأس العالم للأندية. السحب هيكون فين يا عم إسلام؟ هتعمله هنا؟ لا أنا هعمله على الهوا أمام حضرتك، علشان أنا نفسي الحقيقة ما يبقاش عندي أربعة فقط ولا خمسة ولا عشرة ولا مية، أنا نفسي يبقى 70 أو 80 مليون أهلاوي متواجدين معانا في أبو ظبي في كأس العالم للأندية. ولكن زي ما حضراتكم عارفين حاجة كده حاولنا بس نفكر انها تكون حاجة بسيطة، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي ويكونوا ممثلين معانا في المجموعة ان شاء الله اللي هتسافر معانا الى كأس العالم للأندية لمشاهدة اولى المباريات، مباراة النادي الاهلي ومونتيري المكسيكي. ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعة 10:30 سيكون السحب على الهواء مباشرة امام حضراتكم. بعد قليل هقول لحضراتكم بقى وهفكركم مره تانية بهذه المسابقه، وهتلاقوها على مواقع كل المواقع او كل الصفحات الخاصه بقناه النادي الاهلي، سواء على انستجرام او على تويتر او على فيسبوك.